حلقة جديدة من كشك الصحافة، أهلا بكم مشاهدينا. والبداية بالعناوين. من الموقع بوست، صحيفة أمريكية: اليمن الوجهة القادمة للسياسة الروسية. من يمن مونيتور، وفي تقرير خاص يكشف كيف تحول القطاع النفطي في صنعاء إلى سوق سوداء خلال أيام. ومن القدس العربي، روهينجي تظاهر بالموت لأيام لينجو من الجيش الميانماري. ومن موقع هاف بوست، اشتراها مجهول عبر الهاتف بمبلغ مهول وصادم لوحة لدافنشي تحطم سعرا قياسيا. أهلا بكم. موقع الموقع بوست نقل عن الصحيفة الأمريكية ناشونال انترست إن صناع القرار الروس يرون أن اليمن وجهة جذابة للتدخل الدبلوماسي، لأنهم يعتقدون أن السعودية مستعدة لإنهاء الأعمال القتالية فيها إذا ما كان هناك توافق بشأن الشروط التي يقدمها كلا الطرفين. وفي مقال للكاتب صموئيل رماني نشرته الصحيفة، قال إن الرياضة ستحتاج إلى التنسيق مع وسيط خارجي قوي من أجل التوصل إلى تسوية سياسية دائمة في اليمن، حيث استنفذت الجهات الإقليمية الفاعلة مثل الكويت وعمان خياراتها الدبلوماسية، الأمر الذي ولد فراغا يمثل فرصة مثالية لروسيا لإظهار براعتها السياسية في تسوية الصراع باليمن. ويرى الكاتب أن موسكو من الممكن أن تكون وسيطا فعالا في إنهاء الحرب نتيجة لخبرتها في هذا المجال وما دأبت عليه منذ زمن من إمساك العصا من المنتصف فيما يتعلق بالأزمة اليمنية. وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أكد أن هذا التقييم خلال زيارته الأخيرة لموسكو، حيث أصر على أن المملكة تريد تسوية دبلوماسية في اليمن تجبر جميع الأطراف المتحاربة على الامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. ننتقل الآن إلى زاوية المقالات، حيث نطالع في الشأن المحلي مقالا في صحيفة عدن الغد للكاتب يوسف سعيد أحمد بعنوان لا للإرهاب نعم للأمن والاستقرار. ويقول الكاتب: عاد الإرهاب من جديد ليضرب مدينة عدن وبقوة، وهدفه الأول المباشر قتل أكبر عدد ممكن من رجال الأمن، ولا يهم كم عدد الضحايا من المدنيين الأبرياء في العمليات الانتحارية والتفجيرات المفخخة. ونظرا لأن هذه الأعمال تنفذ بأدوات محلية، فإن من السهل أن تنسب إلى داعش على سبيل التمويه وخلط الأوراق، والمهم جعل مدينة عدن ساحة الحرب الرئيسة في اليمن وإن لم تكن حربا معلنة. والهدف الثاني للإرهاب الذي يضرب عدن هو خلق هالة من الهلع في أوساط الناس، وبخاصة النساء والأطفال، عقب كل عملية تفجير. فقد كان المشهد مروعا بعد عملية تفجير حي عبد العزيز بين الأطفال وأولياء أمورهم، خاصة في المدارس القريبة من موقع الانفجار، وهم يهرعون عائدين إلى منازلهم يملأ قلوبهم الخوف والهلع. لذلك هذه الأعمال هدفها الوصول إلى عقول الناس لخلق صورة ذهنية لديهم تتعمق يوما بعد آخر بعد كل عملية إرهابية، مفادها أن الاستقرار والأمن في عدن لن يتحقق أبدا، أو أنه مطلب بعيد المنال. وهذا هو الهدف غير المباشر والأهم والأخطر، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمستثمرين ورجال الأعمال، حيث يزيد من الشكوك وعدم اليقين، عدا أن الإرهاب يريد توصيل رسالة للخارج والمجتمع الدولي أن داعش والقاعدة وأخواتها مترسخة ومتجذرة في عدن ولا بأس في كل جنوب، وهذا الانطباع للأسف موجود. ولا ريب أن العمليات الإرهابية بأشكالها وصورها المختلفة تأتي لتزيد الأوضاع الأمنية قتامة، لتضاف إلى الأوضاع المعيشية المتردية التي يعاني منها المواطنون، وترفع من منسوب القلق في هذه المدينة التي وهبتها الطبيعة لونا خاصا ومميزا غاية في الجمال والروعة. معلم يقتل أمام أطفاله برصاص الحوثيين في ذمار، وفق موقع المصدر أونلاين الذي نقل عن سكان محليين قولهم إن الحوثيين أطلقوا النار على المعلم علي صبر بعد اقتحام منزله أمام زوجته وأطفاله في مديرية جبل الشرق، مما أدى إلى مقتله على الفور.
وأفادوا أيضا أن مسلحين من إدارة أمن المنطقة أرادوا استدراج المعلم صبر إلى إدارة الأمن لاختطافه، فرفض الذهاب معهم، ما دفعهم لإطلاق الرصاص عليه بشكل مباشر ليردوه قتيلا على الفور. أهالي وأسرة صبر رفضوا دفن جثة ابنهم حتى يتم القصاص من القاتل، محذرين قيادة الحوثيين في المنطقة من رفضهم تسليم القاتل. أما في عمران فقد قتل مدني بدم بارد بعد أن أطلق عليه الحوثيون النار وسط المدينة. مصدر محلي قال إن الحوثيين أطلقوا النار بشكل مباشر على عادل منصور جعمان، معتقدين أنه الشخص المطلوب لديهم. صحيفة الأيام تحدثت عن نزوح 659 أسرة جراء اشتداد المعارك في طور الباحة وحدودها مع القبيطة، والقصف الذي تقوم به ميليشيا الحوثي لاستهداف القرى وقنص المواطنين. السلطة المحلية بالمديرية دعت المنظمات الإنسانية والإغاثية وحكومة الشرعية إلى ضرورة تحمل مسؤولياتها ومساعدة الأسر المشردة التي أصبحت دون مأوى في ظل ظروف صعبة، نظرا لتردي الحالة المعيشية وارتفاع الأسعار وتأخر المرتبات وفقدان الأهالي لثروتهم الحيوانية التي يعتمد جلهم على تربيتها ورعيها كمورد اقتصادي. وفي الشأن المحلي أيضا كتب محمد جميح في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك مقالا بعنوان بين الموت الثقافي والموت الحقيقي، من أهم؟ من أهم ما جاء فيه. عندما التقى جون كيري وفد الحوثيين في مسقط في نوفمبر 2016 أكد الوفد للوزير الأمريكي ما قاله حسين العزي من أن الموت المقصود في شعار الحوثيين هو الموت الثقافي وحسب، واعتذر الوفد عن الشعار أو عن إساءة تفسيره حسب تسريبات جلسات الحوار. أما قبل سنوات فقد كان يحيى الحوثي شقيق زعيم الجماعة يعلنها صراحة أن شعار الموت لأمريكا مجرد كلام، فلا أمريكا ماتت ولا إسرائيل، أمريكا إذن هي التي جعلت الحوثي بهذا الحجم، وسلاح محاربة الإرهاب الذي سلمته واشنطن لنظام صالح وصل إلى أيادي الحوثيين بعد اجتياحهم صنعاء، وهم اليوم يقتلون به أبناء اليمن. الحوثيون بهذه الوضعية يخدمون واشنطن التي تريد أن تظل المنطقة مشتعلة ببقاء الجماعات المسلحة والميليشيات، تشاغل الأنظمة والدول لكي تظل هذه المنطقة في حالة من عدم الاستقرار الذي يساعد في بيع سلاح الشركات الأمريكية، ولكن ليس بالقدر الذي يهدد مصالح واشنطن. حتى إن كانت الرياض حليفة لواشنطن، فإن أمريكا يسرها أن يكون الحوثي قوة على الحدود السعودية لتظل الرياض في حالة من عدم الاستقرار الذي يضمن استمرار إبرام عقود التسليح. الحوثيون يرفعون الشعار الإيراني الموت لأمريكا، وهم يعرفون أنهم يقدمون الخدمات الكبرى لواشنطن، تماما مثل مموليهم في طهران الذين رفعوا الشعار ذاته مع يقينهم بأن أمريكا لن تستهدفهم. ليس لأن إيران قوية تستطيع مواجهة أي هجوم أمريكي، ولكن لأن أمريكا تحتاج إلى فزاعة طهران في الخليج العربي للأهداف نفسها، أعني أهداف عدم الاستقرار التي تشعل صفقات السلاح في المنطقة. وبعبارة أخرى، تريد أمريكا أن تكون إيران ووكلاءها أقوياء بالقدر الذي يهدد مصالح العرب، على ألا تتعاظم قوتها لتهدد مصالح واشنطن. وهذه هي المعادلة الحقيقية التي تحكم علاقات واشنطن وطهران. موقع يمن مونيتور وفي تقرير خاص أجاب عن كيفية تحول القطاع النفطي في صنعاء إلى سوق سوداء خلال أيام، حيث تحول القطاع النفطي في العاصمة صنعاء بشقيه الرسمي والتجاري إلى سوق سوداء خلال 9 أيام الماضية. وبحسب تقرير سري اطلع عليه يمن مونيتور وتم تقديمه لما يسمى المجلس السياسي الأعلى، القطاع الرسمي والخاص تحول إلى سوق سوداء عبر رفع أسعار المواد النفطية إلى مستويات جنونية رغم احتواء خزانات القطاع للمشتقات النفطية. جميع المحطات التابعة للقطاع الخاص التي تمتلك حصصا كبيرة من الوقود سارعت في مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي إلى رفع أسعار تلك المواد إلى مستويات جنونية، فيما محطات أخرى امتنعت عن البيع وأخرى أغلقت أبوابها أمام الجمهور. وذكر التقرير أنه لم يعد للجانب الرسمي أي دور في التحكم ببيع المشتقات النفطية، وأن دفة القرارات أصبحت ملكا للقطاع الخاص والتجار.
ومن تعز عنوان موقع المشاهد نت في صفحته الرئيسية: وقفة احتجاجية في موقع العروس بجبل صبر تنديدا بقصف طيران التحالف. يقول الموقع في التفاصيل إن عشرات النشطاء نفذوا وقفة احتجاجية تنديدا بالغارات الجوية للتحالف العربي التي استهدفت موقع العروس الاستراتيجي جنوب مدينة تعز. المحتجون رفعوا لافتات عديدة تطالب بالتحقيق في الحادثة. مقاتلات التحالف كانت قد شنت 3 غارات على موقع العروس الاستراتيجي أدت إلى مقتل 2 وطفلة وإصابة 3 مدنيين وجندي، ودمرت جزءا من أبراج الإرسال لإذاعة وطن أو وطني اف ام. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. اضطرت أسرة عبد الرحيم عبد الله إلى مغادرة صنعاء متوجهة نحو قرية ريفية في محافظة إب، كما تقول صحيفة العرب الجديد، بعدما عجزت عن توفير بدل إيجار المنزل الذي كانت تسكنه منذ سنوات. عبد الله وهو موظف في مؤسسة حكومية لم يحصل على راتبه منذ نحو العام، يقول: صاحب العقار الذي أسكن فيه لا يكتفي بطرق باب الشقة التي أسكنها وأولادي مرات عدة في اليوم مطالبا بدفع الإيجار فحسب، بل يتصل بي مرارا مهددا باللجوء إلى القضاء، ما يجعلني أعيش في قلق دائم. ويشير إلى أن الأزمة المالية تؤثر عليه وعلى زملائه، إلا أن أولئك الذين لا يملكون بيوتا هم أكثر تأثرا. تضيف الصحيفة في تقريرها الذي يحمل عنوان الموظفون بلا مساكن في اليمن أن كثيرا ما يطرد المستأجرون في حال لم يدفعوا ما عليهم لمالكي منازلهم، خصوصا الموظفين في القطاع العام، لعدم تسليم رواتبهم حتى يتسنى لهم الوفاء بالتزاماتهم. صحيفة الخليج تحدثت عن استغراب الحكومة اليمنية من التحذير الذي أصدره منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة باليمن عن نفاد مخزون الوقود، وذلك في إشارة للمحافظات التي ما تزال خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر في الحكومة قوله إن هذه التصريحات تؤكد من جديد انحياز بعثة الأمم المتحدة العاملة في اليمن لميليشيات الانقلاب واعتمادها على معلومات مضللة دون العودة للحكومة الشرعية أو حتى الاعتماد على تقارير ميدانية أو فرق لتقصي الحقائق حول مختلف القضايا بما في ذلك أزمة المشتقات النفطية. وأوضح المصدر أن أزمة المشتقات النفطية جاءت بعد إعلان الميليشيا قانون تعويم أسعار الوقود وحصر عملية استيرادها لصالح عدد من تجار السوق السوداء التابعين لها في المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم. في الشأن العربي والدولي، خصصت صحيفة القدس العربي افتتاحيتها لموضوع رئيس الوزراء اللبناني الموجود في الرياض في ظروف ملتبسة في ظل تصعيد أوروبي لافت. وجاء رأي القدس تحت عنوان ماذا سيحدث حين يغادر الحريري السعودية، ومن أهم ما جاء فيه: شهدت قضية سعد الحريري تصعيدا أوروبيا لافتا، حيث ظهرت في الأيام الأخيرة تصريحات غربية واضحة في مطالبتها سلطات الرياض بتعابير متعددة لكنها تصب في الاتجاه نفسه، بتمكين رئيس وزراء لبنان من السفر خارج السعودية، ذلك من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير خارجيته، ومن مسؤولة العلاقات الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، وكذلك من وزيري خارجية ألمانيا وإيطاليا، قبل أن يعلن مصدر في الإليزيه أمس أن وصوله إلى فرنسا بات قريبا. الرئيس اللبناني ميشيل عون
صعد بدوره إلى ذروة غير مسبوقة باتهامه السعودية باحتجاز الحريري وأسرته رهائنا، ووصف ما حدث بأنه عمل عدائي ضد لبنان. الواضح أن مطلوب تصعيد الأطراف المعنية بالشأن اللبناني هو تسريع ما صار باتا وناجزا، فبعد اللقاء التلفزيوني الأخير لم تعد هناك إمكانية مهما كانت ضئيلة لعدم خروج الحريري من السعودية، فبقاؤه سيفاقم تآكل مصداقية الرياض التي تعرضت لضربات كبيرة في موضوع الحريري وفي شأن حملة الاعتقالات الهائلة للأمراء والمسؤولين، وقبلها في قضية حصار قطر. ولعل أغرب عناصر قضية الحريري هو كشفها احتمال علاقة بما سبقها من أحداث، فبحسب صحيفة فرنسية أن موضوع سكوت الحريري عن حزب الله وإيران في لبنان ليس السبب الوحيد لاستدعائه المفاجئ. وبناء على هذا التحليل فإن استدعاء الحريري يمكن تأطيره ضمن محاولة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وضع اليد على جزء كبير من ثروات النخبة المالية السعودية، وهذا يفسر رفع حملة الاعتقالات شعار مكافحة الفساد، مما يجعل هدف الحملة الفعلي هو مصادرة ثروات كبرى بالدرجة الأولى. صحيفة الجارديان نشرت مقالا بعنوان مستوطنة إسرائيل الجديدة في سيناء. المقال هو إعادة نشر لمقال قديم من عام 1975 أعده مراسل الجزيرة أو الجريدة وقتها إيريك سيلفر من داخل مستوطنة ياميت التي كانت موجودة شمالية سيناء قبل إتمام معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979. يقول سيلفر عام 1975 إن عدة أسر وصلت إلى مستوطنة ياميت في شمال سيناء، وهي أول مستوطنة تؤسسها السلطات الإسرائيلية في الأراضي التي احتلتها خلال حرب عام 1967. يضيف سيلفر أن ياميت عبارة عن مدينة جديدة قيد التشكل على ساحل البحر المتوسط، إذ تخطط الحكومة الإسرائيلية لتوطين 350 أسرة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة كواحدة من بين عدة مستوطنات تعتزم تأسيسها في هضبة الجولان وعلى الطريق بين القدس وأريحا. ويحاول سيلفر وصف موقع مستوطنة ياميت قائلا إنها تقع أقصى شمال الخط الحدودي السابق بين سيناء والأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أنها ستكون بمثابة القلب النابض لمجموعة من القرى والمستوطنات مستقبلا حسب تخطيط الحكومة الإسرائيلية تنتشر حول مدينة رفح وتركز على النشاط الزراعي. يقول سيلفر إن رفح بما ربما ستكون مستقبلا ثالث أكبر ميناء إسرائيلي على ساحل البحر المتوسط، مشيرا إلى أنها تقع أيضا بين المنطقة بين سيناء التي يمكن أن تعود للمصريين بناء على اتفاق سلام، وبين قطاع غزة الذي يقيم فيه 350 ألف عربي ويتوقع أن يشكل كيانا فلسطينيا ما مع الضفة الغربية لنهر الأردن. تمكن شاب روهينجي يدعى محمد فياض من النجاة بنفسه، وذلك بحسب صحيفة القدس العربي، بعد أن تظاهر بالموت لأيام حينما هاجم الجيش الميانماري والميليشيات الطائفية قريته وقتلوا أفراد عائلته في إقليم أراكان في أكتوبر الماضي. قال الشاب عمره 25 عاما إنه اختبأ بين أفراد عائلته الذين قتلوا على يد الجيش الميانماري والميليشيات البوذية وتظاهر بالموت لينجو من القتل. وأضاف فياض الذي عمل مترجما لصالح هيئة الإغاثة الإنسانية التركية في بنغلاديش إنه انتظر عدة أيام لحين مغادرة الجيش الميانماري من قريته ليتوجه بعدها إلى بنغلاديش في رحلة بين الغابات استمرت 13 يوما. وتابع الشاب الروهينجي قائلا: أوصلوا أصواتنا للعالم، قولوا لهم إننا موجودون فليبحثوا عنا، نحن يتامى الأمة ولا أحد يحمينا. اشتراها مجهول عبر الهاتف بمبلغ مهول وصادم، لوحة المسيح لدافنشي تحطم سعرا قياسيا كأغلى لوحة يتم بيعها بمزاد، كما عنون موقع الهاف بوست. بيعت لوحة للمسيح سيلفاتور باسم باسم سيلفاتور موندي للرسام ريونالدو دافنشي بمبلغ قياسي وصل إلى 450 مليون و300 ألف دولار في مزاد لدار مزادات كريستيز في نيويورك.
اللوحة التي عرضتها دار كريستي الأمريكية للمزادات للبيع تعتبر أغلى عمل فني يتم بيعه بهذا الثمن في مزاد علني. وجنت اللوحة التي أعيد اكتشافها في الآونة الأخيرة وكانت آخر عمل لدافنشي أكثر من 4 أمثال تقدير دار كريستيس قبل المزاد لقيمتها وهو حوالي 100 مليون دولار، كما تزيد قيمة اللوحة بأكثر من ضعفي المبلغ القياسي المسجل لعمل فني في مزاد. لوحة سيلفاتور موندي بيعت لمشتر لم تحدد هويته شارك في المزاد عبر الهاتف. الكثير من الأحداث حول العالم اختزلتها صحيفة الجارديان البريطانية بمجموعة صور نقلتها لجمهورها الممتد حول العالم. نتابع معكم في جولتنا المصورة بعضا من هذه الصور. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. دمتم بألف خير.